شاف الأمة يا أبطالها أبطالها احنا ثورتنا ثورة وطن وبعد ما عدنا شي الخسرة وطننا الريدة فرض الأمة يا أبطالها وصائنين عرضها وما لها وحاملين في الردى أثقلها وحاملين في الردى وحاملين في الردى أثقلها وحاملين في الردى السلام عليكم أعزائي مشاهدي قناة بغداد الرشيد وأهلا وسهلا بكم وبرنامج حديث الثورة. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير، أعاده الله العزيز الكريم علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. أعزائي مشاهدين الكرام، ونحن في بداية برنامج حديث الثورة لا تنسوا مشاركة البث، فمشاركة البث تحمينا من إغلاق القناة لكثرة التبليغات من الجيوش الإلكترونية التابعة للكاظمي وعصاباته وللأحزاب الفاسدة الإرهابية الطائفية القابعة في المنطقة الخضراء. إذن مشاركة البث نتمنى منكم أن تكون على جميع صفحاتكم الشخصية وجميع الصفحات الخاصة بالنشاطات الوطنية. كالمعتاد معنا الأستاذ جومر تحقي إسماعيل. أهلا وسهلا بك أستاذ جومر. وأهلا وسهلا بك أستاذ راغب، حياك الله وحيا الله كل مشاهدي ومتابعي قناة بغداد الرشيد وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث الثورة. وإحنا دائما مع الثورة ومع رجال الثورة المباركة ونتابع أخبارهم، وكما دائما عودناكم أن نسلط الأضواء على أحداث ثورة تشرين المباركة وتطوراتها وكل ما يحيط بهذه الثورة العظيمة من أمور سواء كانت سلبية أو كانت إيجابية، ونحاول أن نبينها بتفاصيلها الدقيقة إلى مشاهدينا الكرام. هذه حلقة اليوم تتزامن والاحتفال بذكرى ميلاد القائد الشهيد صدام حسين المجيد، هذا القائد الذي قاد العراق في زمن دولة البعث العظيم، هذا القائد الذي كان ولا يزال اسمه هو بطل النصر وبطل السلام وبطل البناء، هذا القائد الذي بنى عراق عظيم، بنى مع شعبه. هذا الشعب الثوري اليوم الذي نراه يخرج في ثورة تشرين المباركة هو هذا الشعب الذي لا تزال وتبقى إلى الأبد البذور الثورية حاضرة فيه. الشعب اليوم عندما يخرج في ثورة يريد أن يحرر بلده، يريد أن يحرر بلده ثم ينهض ويعمر ويبني هذا البلد العظيم. هذا
يعود بنا إلى الحياة القائد الشهيد صدام حسين المجيد وهو بين ظهرانينا، وكيف كانت حياته ماضية في بناء العراق ورفعته وحفظ العراق وحماية البوابة الشرقية للأمة. واليوم ومع ثورة تشرين المباركة، يعني لو نشوف مطالب ثوار تشرين، هي كل هذه المطالب كانت حياة متحققة للشعب العراقي، من خدمات، من فرص العمل، من كل الأمور التي كان يحتاجها المواطن العراقي في العيش، كانت متحققة في زمن دولة البعث العظيم، وخاصة في زمن حكم القائد الشهيد صدام حسين المجيد. ولذلك نرى شعب العراق وبلا خوف وبلا أي تردد يخرجون إلى الشوارع وفي لقاءات مصورة تبث من هنا وهناك، وهم يهتفون باسم البعث ويهتفون باسم القائد الشهيد صدام حسين المجيد. هذا القائد وفي ذكرى ميلاده 84، وفي ذكرى ميلاد 84 حقيقة، شوف الخلود وشوف كيف التاريخ يخلد رجاله الأفذاذ. كم من رئيس دولة، وكم من ملك، وكم من أمير، وكم من ناس كانوا في الصورة في الساحة السياسية غادروا الحياة، من يذكرهم؟ لا أحد، لا أحد. لكن شوف حتى إحصائيات مواقع التواصل الاجتماعي تثلى أنه القائد الشهيد صدام حسين المجيد صوره هي نالت أكبر عدد من الصور التي يستخدمها المشتركين في الفيسبوك وغير الفيسبوك. وهذا دليل على محبة الجماهير، محبة الأمة. ولاحظنا قبل أيام كيف ثوار فلسطين الأبطال الذين أنا أراهم يلتحقون بثورة الشعب العربي، كيف يهتفون باسم الشهيد صدام حسين. هذه ما نجدها مع أي من الناس الذي غادروا الدنيا وكانوا يتبوؤون مقاعد في السلطة وفي المسؤولية، لم يذكروا إلا الشهيد البطل صدام حسين. هذه دلالات. فعندما نحتفل بذكرى ميلاده وذكرى استشهاده، وعندما نذكر بين الحين والآخر مآثر هذا القائد في حرصه وعمل الدؤوب على حفظ الأمة وحماية البوابة الشرقية وبناء العراق، بناء الإنسان العراقي، هذا الإنسان العظيم المستهدف من العالم، وكيف كان يبني العراق مع الشعب العراقي، وكيف كان حاضر كل يوم مع الشعب، فهذا هو حقه واستحقاقه، وهذا حق علينا. نعم، فنسأل الله أن يتقبل في واسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يجعل في جنات النعيم. وحقيقة أنا أرجع إلى ثورة تشرين المباركة، وعندما أرى ثوار بابل وأرى ثوار البصرة وذي قار وواسط وبغداد وكل عموم العراق، فأنا أقول نعم، هذه بذور الثورية
التي عملنا على أن تكون حاضرة في كل بيت عراقي. نعم، الثورة موجودة في كل بيت عراقي، والثورة منتصرة بشبابها، برجالها، بكل أبنائها، بماجداتها. الثورة منتصرة لأن الشعب العراقي قال كلمته لا لهذه الحكومة العميلة المجرمة، ويجب أن تنتهي، ويجب أن تغادر، ويعود العراق إلى أهله. عندها نبني العراق وننهض به إلى مقام الحقيقي إن شاء الله. نعم أستاذ راغب. شكرا أخي جامرد على هذه المقدمة. نقول الشهداء أكرم منا جميعا، الرحمة لشهداء العراق، والرحمة لشهداء الأمة العربية، والرحمة لشهداء ثورة تشرين، والرحمة لشهيد الحج الرئيس القائد صدام حسين، والشفاء العاجل لجرحانا وللمصابين، والعودة الميمونة للمغيبين والمختطفين في سجون الميليشيات الإرهابية الطائفية وسجون السلطة القابعة في المنطقة الخضراء. نعم، تتزامن هذه الأيام مع ذكرى ميلاد الشهيد القائد صدام حسين. مثل ما تفضلت، سواء كانت الاحتفالات عفوية تنطلق في الشوارع من زاخو وحتى الفاو، جميع أبناء الشعب العراقي يفرحون بمثل هذا اليوم، وكانت مسيراتهم تدل على ذلك لأنها تخرج من البيوت ونابعة من القلب والوجدان. ولهذا نراها ليومنا هذا مستمرة هذه الاحتفالات، وكما شاهدنا في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم في بثنا وفي برنامج حديث الثورة، سنتحدث في البدء عن المأساة التي حصلت في المستشفى. نعم، مرت 5 أيام تقريبا على هذه المأساة وهذه الفاجعة الكبيرة، لكن مثل هذه الفاجعة وهذه المأساة مستمرة دائما. فلهذا نحن سنتحدث عن هذه المأساة، لنتابع هذا التقرير ومن ثم نعود إليكم. أطفال بغداد الحزينة يسألون عن أي ذنب يقتلون، يترنحون على شظايا الجوع، يقتسمون خبز الموت ثم يودعون. أطفال بغداد الحزينة يسألون عن أي ذنب يقتلون، يترنحون على شظايا الجوع، يقتسمون خبز الموت ثم يودعون. الله أكبر، من دمار الحرب يا بغداد والزمن البغيض الظالم، الله أكبر، من سماسرة الحروب على الشعوب وكل تجار الدم. بغداد لا ما تتألمي، بغداد أنت في دمي، بغداد لا تتألمي، بغداد أنت في دمي. بغداد بغداد بغداد، على زمن الحضارة أي عار،
هل صار ترويع الشعوب وسام عز وافتخار؟ هل صار قتل الأبرياء وسام مجد وانتصار؟ الله أكبر من زمان الحرب يا بغداد والزمن البغيض الظالم. الله أكبر من جبابرة الحروب على الشعوب وكل تجار الدم. بغداد لا 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 تتألمي، بغداد أنت 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 في دمي. بغداد لا 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 تتألمي، بغداد أنت 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 في دمي. بغداد بغداد بغداد. قبلة العشاق يا جرح المرير، القي جراحك فوق صدري، عانقي قلبي الصغير. عمر الحضارة لن يعيش بدون قلب أو ضمير. الله أكبر من دمار الحرب يا بغداد والزمن البغيض الظالم. الله أكبر من سماسرة الحروب على الشعوب وكل تجار الدم. بغداد لا 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 تتألمي، بغداد أنت 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 في دمي. بغداد لا 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 تتألمي، بغداد أنت 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 بغداد بغداد بغداد. بغداد لا 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 تتألمي، بغداد أنت 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 في دمي. بغداد لا 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 تتألمي، بغداد أنت 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 في دمي. الآن من داخل مستشفى ابن الخطيب، حيث عشرات الشهداء خرجوا من هنا ولا زال الجرحى إلى غاية اللحظة ينقلون إلى المستشفيات القريبة التي امتلأت أيضا. السلام عليكم شباب، شنو اللي صار؟ انتم موجودين من البداية هنا؟ احنا موجودين اليوم، صار بطل الاكسجين طق جيم المستشفى، طق الاول طق الثاني طق الثالث جيم. فالناس بالطابق الثاني فحز جيم عشرات، يعني منو يكمل المسؤوليه اللي صار؟ انتم شباب، انا محمد المسؤوليه. انا ما في اي واحد، الا اي واحد بالمستشفى ما كان. شنو اللي صار؟ تعال احكي لي حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. واحد بالمستشفى اكو عباس ابو بابا، صح؟ واحد بالمستشفى كبت المستشفى، واحد تلقى المستشفى ما حد يتخاف. خاف الله على الشباب، خاف الله على المنطقه والحسين الشهيد. جسر ديارك على الحسين الشباب ضحك. الشباب والحسين الشباب ضحك. الله يحفظكم. احنا شباب جسر ديارك، شباب جسر ديارك. الحكومه المحليه وزير الصحه كلهم هاي المسؤوليه. يعني الاجهزه هنا الشباب يحملون وزاره الصحه ويطالبون وزير الصحة بالاستقالة. سنكون الرحمة لشهداء مستشفى ابن الخطيب. هذه هي المأساة، هذه المأساة تتكرر أخي جومر بظل هذه الحكومة الفاسدة الطائفية. مأساة الحرائق، الحرائق في العراق متكررة ومتعمدة. البلد الوحيد الذي تكثر فيه الحرائق المتعمدة في ظل هذه الحكومة الفاسدة.
حرائق تحصد أرواح البشر كما حصل في مستشفى ابن الخطيب والتي تكررت عدة مرات، وحرائق تحصد المزروعات بكافة أنواعها، وعرضناها من خلال شاشة قناة بغداد الرشيد عدة مرات، وحرائق تحرق ملفات الفساد ودوائر الدولة. هذه هي عناوين الحرائق التي تحصل في العراق وكلها متعمدة. نعم. لو تحدثنا عن مأساة مستشفى ابن الخطيب الذي راح ضحية أكثر بالعشرات، أكثر من 130 شهيد وعشرات الجرح، سنتحدث عن الإهمال المتعمد من وزارة الصحة الفاسدة بوزارائها، إن كانوا من التيار الصدري أو من حزب الدعوة. الفساد المستشري في هذه الوزارة من بدايتها إلى نهايتها، وتحدثنا عن هذا الأمر مرارا وبالوثائق. الإهمال وسوء الخزن، جميع هذه الأمور أدت إلى ما حصل في مستشفى ابن الخطيب. اليوم أخي جومر المعروف في جميع دول العالم الأكسجين لا يكون في القناني مثل ما هو في مستشفيات العراق، إلا في بعض الدول. اليوم الأكسجين إلى مكاناته المركزية، فلهذا نلاحظ أنه في جميع المستشفيات هناك فقط أنبوب للأكسجين، ومن ثم يستخدم في غرف المرضى. نعم. الإمكانيات والميزانيات الهائلة التي خصصت إلى وزارة الصحة لكنها لم تستثمر، بقت المستشفيات على ما هي عليه، بل دمروها أكثر وأكثر. وهذا كان موجود أستاذ راغب، يعني إحنا إذا تسمح لي قبل الاحتلال هو نعم مستشفياتنا، نعم جميع المستشفيات التعليمي، كل مستشفى تعليمي بأي محافظة، إضافة إلى مستشفيات صدام العام الموجودة في جميع المحافظات، كان الأكسجين مركزي. نعم. لكن في بعض المستشفيات ونتيجة الإهمال ونتيجة هذه 18 سنة، اليوم المستشفى تريد إدامة. اليوم في بلدان العالم المتطورة أكو مستشفيات عمرها 80 سنة و 90 سنة وأكثر من ذلك، لكن الإدامة هي اللي من والصيانة هي اللي من تجعل المستشفى وكأنها وليدة اليوم. نعم البناية قديمة لكن في الداخل هو الصحيح. في العراق العكس من ذلك، صار 18 سنة يعملون العكس، البناء الذي تم تهديمه، صيانة ماكو، إدامة ماكو، الفساد هو المستشري في الوزارة وفي المستشفيات وفي مديريات الصحة في كافة المحافظات. هذا الذي جعل هذه الكارثة وهذه المأساة، ونحن نعيش زمن الكورونا لا ننسى ذلك، فهم بعيدين كل البعد عن هذه الرعاية وعن الشروط وعن المسميات الخاصة بكوفيد 19. لاحظنا أنه التجمعات الكبيرة في المستشفيات قبل الانفجار وأثناء الانفجار، فهم بعيدين كل البعد. وزارة الصحة أصبحت وزارة للفساد، أصبحت وزارة يستلم منها التيار الصدري ملايين الدولارات ولا تهتم بأرواح البشر. اليوم أي دولة من دول العالم الثالث وليس العالم الغربي عندما تحصل مثل هذه الكارثة، نلاحظ أنه وزير الصحة يستقيل ورئيس الوزراء يستقيل أيضا، وتبدأ لجان التحقيق والمحاكمات، لكن دماء هؤلاء ستذهب بدون أي محاسبة لهؤلاء المقصرين الفاسدين، إن كان من رئيس الوزراء إلى وزير الصحة إلى مدير الصحة إلى مدير المستشفى.
وإلى البرلمان مالتهم. نعم، ولجان ولجانها الصحية. أين الكاظمي؟ أين وعوده وأين كلامه بالخدمات وتقديم الأفضل؟ أين هو من وزارة الصحة؟ راح يصير سنة للكاظمي. أين هو من وزارة الصحة ومن مستشفياتها؟ لو بس يفتر بالشوارع ويأخذ حماياته ويروح للمطاعم بعد ما يعمل التمثيليات حتى يأخذ الصور. هذا السينمائي الفاشل بحكومته وبإدارته. شهداء مستشفى ابن الخطيب في رقاب هؤلاء المجرمين الفاسدين، والمحاكم بانتظار. يعني إذا تسمح لي أستاذ راغب، إذا نعم. تسمح لي، يعني أنا حقيقة أعتبر ما حدث وما يحدث يوميا وما يمارس بحق شعبنا العراقي العظيم هو جزء من الإجرام العام المتمثل بهذه الحكومة العميلة. نعم. يعني موضوع مستشفى ابن الخطيب هو جزء من 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 حملات الإبادة الجماعية التي تمارس ضد هذا الشعب المنكوب. نعم. هذا الشعب المبتلى بهكذا حكومة عميلة مجرمة، سواء كان ظاهر الموضوع هو عمل متعمد أو كان هو خلل فني أو خلل موجود في المستشفى، فهي النتيجة واحدة. نعم. إنه هذه الحكومة العميلة المجرمة ما همها الشعب وسلامة الشعب، ولو كان همها هكذا لما آلت الأمور إلى هذه الحرائق وهذه الحياة الخطرة التي يعيشها الشعب العراقي. فالكاظمي، هذا الكاظمي وغير الكاظمي والوزراء وزراءهم وبرلمانهم، هذول كلهم عناصر مجرمة، وهذا الكاظمي هو كذاب أشر. وش تتوقع يعني تريد وزير الصحة يقدم استقالته؟ ليش؟ هو وين؟ هو جزء من منظومة إجرامية كبيرة، هو جزء من هذه الحالة، وهو موظف حالهم، موظف للإمعان بتقتيل الشعب العراقي. فتريد أن يستقيل؟ استقال. من يجي بدله؟ يجي أيضا مجرم في ظل هذه الحكومة العميلة المجرمة. فلا تتصور أنه ممكن أن يأتي وزير أو مدير عام أو محافظ أو مدير ناحية يعمل لخدمة الشعب. ممنوع، هذا في قاموسهم ممنوع. وإلا لماذا ثورة تشرين المباركة؟ ثورة تشرين المباركة هي خرجت ترفض هذه الحكومة برمتها، برمتها لما عاناه العراق على مدى أكثر من 18 عام من التخريب والتدمير والقتل المبرمج، كل شيء يعني. ولذلك الشعب خرج يقول كلمته: نريد عراق، نريد عراقنا، نريد وطن، نريد وطن يعيشون به. هذا هو الموضوع. الموضوع هي جزء من هذا الإجرام الذي يمارس ضد شعبنا العراقي العظيم. وإن شاء الله هؤلاء المجرمون إلى زوال، وإن شاء الله يتحرر العراق ويرجع العراق يهنأ بعيشه حر كريم كما كان قبل احتلال العراق في 2003. نعم أستاذ راغب.
نعم أخي جومرت، هي هذه المأساة. فأين أين مدير الصيانة؟ أين الكادر الإدارة الموجود بهذا المستشفى؟ بعد بأيام أنه أيضا حريق في مستشفى الكاظمية التعليمي، نفس المأساة، لكن الحمد لله على كل شيء وسلامة الناس الأبرياء. وهذه الحالات تكررت أكثر من مرة بالنسبة للمستشفيات، والحرائق المتعمدة لقتل البشر. وكما قلنا قبل قليل أنه ماذا عن الحرائق في المزروعات، هذه أيضا متعمدة لغرض قتل الزراعة، قتل كل شيء حتى يكون الاستيراد من إيران الشر بجميع المنتوجات الزراعية. وماذا عن الحرائق المتعمدة في الوزارات ودوائر الدولة المهمة؟ يعني إن كانت دوائر الجنسية أو إن كانت الدوائر التي تحتوي على الملفات الخاصة بالعقود وما شابه ذلك، هذه أيضا من أعمال هذه الحكومة وأحزابها الفاسدة الطائفية. هذه المأساة لمر بها العراق لا تحل إلا بثورة تشرين. ولهذا نلاحظ بهذه الأيام المباركة ونحن نعيش هذا الشهر الفضيل، أنه ثوارنا في جميع الساحات وتجمعاتهم في جميع المناطق اللي يسكنون بها، كانوا يظنون أنه ثورة تشرين انتهت، لكن ثورة تشرين في الأرواح. ثورة تشرين أصبحت شعلة يتباهى بها الجميع. نعم، نتيجة الإرهاب والقمع، نتيجة مسلسل الاغتيالات، نتيجة الجيوش اللي يستخدمها الكاظمي وهذه الأحزاب. أخي جومرد، اليوم جهاز ما يسمى المخابرات اللي يترأسها هذا الفاسد المجرم الكاظمي في الشوارع، هذا ترك جميع المهام اللي المفروض كان يعمل عليها، إن كان التجسس أو إن كان حماية البلد من الجواسيس أو حماية الحدود. ومواجهته أجر الأستاذ راغب، الله يرضى عنك إذا تسمع لي. يعني هم بالنسبة للمخابرات، هم جواسيس وعملاء ومرتبطين بالخارج، مرتبطين بإيران وغير إيران. نعم. إذن شنو شغل المخابرات بعد؟ ما يحتاجون؟ نعم، ملاحقة الثوار، اغتيال الثوار، اختطاف الثائرين، هذا صار اليوم الشغل مال جهاز مخابرات الكاظم. نعم. لكن ثوار تشرين مصممين على الانتصار إن شاء الله وهزيمة هؤلاء. فلهذا لاحظهم إن شاء الله، لاحظهم في جميع الساحات، لاحظهم يعملون مأدب الإفطار على ترحما على شهداء تشرين، مثل ما راح نشوف هسه بالأفلام اللي صار خلال هاي ال 24 ساعة 48 ساعة الماضية، اللي وصلتنا من الشعلة ومن الواسط ومن النجف ومن باقي المحافظات. إذن ثورة تشرين في الضمائر وفي أرواح العراقيين الشرفاء. ثورة تشرين جاءت لتكنس هؤلاء الفاسدين وستنتصر إن شاء الله. خلينا نشوف هذه المقاطع ونرجع للمشاهدين الكرام. Yeah!
عدنا لكم مجددا أعزائي مشاهدي قناة بغداد الرشيد وبرنامج حديث الثورة. هذه هي التظاهرات وهؤلاء هم ثوار تشرين، شاهدناهم وسمعنا شعاراتهم هي نعم. إيران برا برا، كلا للأحزاب الفاسدة، شلع قلع كلهم حرامية، والقالها وياهم نعم. هذه هي شعاراتهم منذ يوم 1 تشرين، واليومنا هذا هي نفس الشعارات. إذن نعم، هي هذه الحكومة نعم. هذه الحكومة أستاذ راغب نعم. حقيقة يعني هي في حسابات المد الجماهيري هي ساقطة نعم، وأسقطتها يعني بالقاضية ثورة تشرين المباركة نعم. أنا لا حقيقة فقط أريد أنوه على مسألة مهمة بالنسبة لثوارنا الأبطال نعم. هو أنه بعض يعني إحنا مسلمين على أنه أعداء الثورة، أعداء هذا الشعب، يحاولون بشكل أو بآخر اختراق الثورة من جهة، ولمحاولة لقمعها ولتمييعها وإلى ذلك نعم. فمن جملة هذه الأمور قد يدسون أناس يظهرون انتمائهم إلى ثورة تشرين المباركة، ثم يحاولون حرف مسار الثورة، ويخشعون إن شاء الله حرف مسار الثورة من ثورة ذات أهداف عظيمة كبيرة، وهو تحرير العراق وطرد كل العملاء وتصفية العملاء المجرمين، إلى مطالب محددة. فهذا أنا فقط أقول إن ثورة هي تريد وطن تحرير كامل، فلا ينصرفوا ويذهبوا خلف هذه المطالب الجزئية. لا تجزئوا هدفكم، هدفكم عظيم، تحرير وطن، نريد وطن، العراق يعود لأهله. نعم أستاذ راغب. نعم أخي جومر، كلامك صحيح، وثوارنا إن شاء الله إن شاء الله يوحدون صفوفهم بعد أكثر وأكثر، وإن شاء الله لهم صولة قادمة في القريب العاجل إن شاء الله. الأخي جومر، أريد أسألك عن زيارة الإرهابي ظريف للعراق، نعم، وما حمل من أوامر لهؤلاء القابعين نعم. في المنطقة الخضراء. نعم تفضل أخي. نعم والله، شوف أستاذ راغب، يعني هو إحنا مسلمين ونعرف إنه ارتباط هذه الحكومة العميلة المجرمة بأحزابها العميلة، بميليشياتها العميلة المجرمة، مرتبطين بإيران، وأوامرهم مرتبطة بإيران، يعني قصدي الأوامر تأتيهم من إيران، وهم موظفون لدى إيران بالدرجة الأساس. ف هذا الموضوع يعني زيارة هذا المجرم الصفوي، هذا ليؤكد للعالم على أنه العراق جزء من إيران، وأنه يدخل العراق ويلتقي بهذا أو بذاك حسب مشيئة الدولة الصفوية، وليس للعراق أي إرادة، طبعا أكيد إرادة مسلوبة مع هذه الحكومة العميلة المجرمة. فهذا لمن يزور العراق، ولا هو ممكن هو يستدعيهم هناك، يرحوله ركضهم ماكوها، بس هذا للإعلام يظهر لك على أنه هو حاضر، خصوصا مع دخول السعودية في هذا الخط، محاولة أن تدخل في موضوع العراق، وبعض التصريحات هنا وهناك من وجود تقارب أو دعوة إلى التقارب السعودي الإيراني، وهذا كله يكون على حساب
مستقبل العراق وشعب العراق. فهو يريد يظهر إلى الإعلام على أنه العراق جزء حالة واحدة من الحالة الإيرانية، هذا فقط ليس إلا. وإلا هو زيارته كما قلت هو قادر على أن يستدعيهم واحد واحد إلى إيران. يعني هو إذا يروح الخنجر، إذا يروح الإيران أو يستقبل المسؤول الإيراني في مكتبه، هي واحدة. يعني معناه أنه هو مهيئ ومهيئ، نعم، لاستلام الأوامر، مهيئ لتنفيذ التوجيهات الإيرانية. فالصورة واضحة، هذا أنا أنظر، ليس أكثر من هذا. إضافة أنه الأخبار المسربة تقول أنه وزعهم على شكل مجموعتين تقريبا لغرض ما يسمى بمهزلتهم، مهزلة الانتخابات القادمة، فجعل من الخنجر بجهة والحلبوسي بجهة أخرى، وجعل من المالكي ومن معه بجهة الفياض والعامري وغيرهم من المجرمين والخزعلي بجهة، والجهة الأخرى أيضا في العبادي والكاظمي وغيره في جهة أخرى، وهكذا بالنسبة لما يسمى برئيس الجمهورية، وهكذا بالنسبة للبقية. فإذن هم بالنسبة للشعب العراقي، هم بالنسبة للشعب العراقي جهة واحدة، هم عملاء كلهم. نعم، سواء انه سواء، نعم، اذا قسموهم ووزعوهم الى نعم، لان هم يحسبون حسابات انه حتى يحددون من الان في حال حصول الانتخابات يا اما هذه المجموعه او هذه المجموعه، وكلتا المجموعتين هم من الفاسدين والتابعين وذيول ايران. فلهذا شعبنا يقول لهم يا ذيول ايران برا. هي هذه الحقيقه. اضافه الى ذلك، نلاحظ اليوم الانشقاقات والتشرذم اللي حاصل حتى في احزابهم، ونلاحظهم انه بدوا انه مجموعه تتكلم على مجموعه، وبالذات المجموعه الفاسده الكبيره والمجرمه والطائفيه الارهابيه في دوله القانون. فنلاحظ انه بعض اركان هذه دوله القانون والمجرم المالكي كل واحد بنى له خط جديد، مثل ما حصل في السابق في المجلس الأعلى والحكمة ومجموعات عمار الحكيم، يوميا ينشئ مجموعات، لأنه ملايين ومليارات هذا البلد وزعت على هؤلاء، لأنه نعرف إحنا كل مجموعة من هؤلاء لابد وأن تصرف وتبذخ في بالملايين، والعراقي محروم من كل شيء، والمستشفيات منهارة، والصحة منهارة، والتعليم منهار، والزراعة والصناعة وجميع ما يمر به الإنسان العراقي في العراق منهار من البداية إلى النهاية. هذا هو واقع الحال. عندما تحدثنا عن وزارة الصحة والحرائق والانهيار الكبير الحاصل فيها، هو لا يختلف عن الانهيار الكبير الذي يحصل في وزارة التربية أو التعليم العالي أو وزارة الزراعة أو المهجرين أو حال المختطفين والمغيبين في سجون الميليشيات، وفي الذات في جرف الصخر، هذه المدينة التي تحتوي على عشرات الآلاف من المختطفين من الصقلاوية، من صلاح الدين، من الأنبار، من الموصل، ومن ديالة، ومن بغداد، لا، وحزام بغداد. إذن هو هذا الانهيار التام في العراق على يد هؤلاء المجرمين الفاسدين القتلة. أخي جومرت، هل عندك إضافة بخصوص برنامجنا اليوم أو أي موضوع آخر؟ لا والله ما عندنا، سوى أنه نحيي ثوار تشرين الأبطال ونشد على أيديهم، ونحث جماهير شعبنا على المؤازرة والتكاتف والحضور الفعال مع ثورة تشرين المباركة، مع أنه إحنا لا زلنا في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، ونقول كل عام وهم بخير، والله يتقبل الطاعات، ورمضان كريم إن شاء الله، والثورة ماضية حتى تحقيق النصر. بارك الله بكم.
رمضان كريم أعزائي مشاهدي قناة بغداد الرشيد. من ضمن برنامجنا اليوم هنالك لقاء مع الأستاذ المفكر العربي صلاح المختار، إضافة إلى برنامج الأستاذ الإعلامي ديار العمري. نتمنى منكم أعزائي المشاهدين مشاركة البث، لأن مشاركة البث طلقة بقلوب وعيون ذيول إيران وميليشياتها وجيوشها الإلكترونية في بغداد وفي كافة مدن العراق. نلتقيكم في لقاءات أخرى إن شاء الله. في أمان الله. يا شرف الأمة يا أبطالها.